الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، سائل يسأل ويقول: ما حكم إجبار الأطفال على أن يصوموا نهار رمضان؟ نقول: وبالله التوفيق، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو أصحابه أن يعلموا أولادهم العبادة وخاصة الصلاة قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. فظن بعض الناس أن يجبر الرجل ولده على العبادة، وفهم أن الضرب هنا إجبار، ولا يعلم أن الضرب هنا لا يكون مبرحا ولا يكون مؤلما للطفل، وإنما هو ضرب تعليم وإرشاد. وكذلك الأمر في الصيام، على المسلم أن يعود ابنه أن يصوم بالتدريج ولا يجبره على الصوم، فإن الطفل مرفوع عنه القلم، ولا يفرض عليه الصيام في نهار رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، منهم الصبي حتى يبلغ الحلم. فالصبي الذي لم يبلغ الحلم لم يفرض عليه الصيام، إنما على الأبوين أن يعلم أولادهم كيف يصومون ويحب الصيام بالتعود، وأن يتدربوا على هذا الأمر، فإن فعلوا ذلك أحب الأطفال فريضة الصيام، وإن كبروا داوموا على هذه العبادة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وكل عام وأنتم بخير.